يمكن أن تزيد الكوارث التي يصنعها الإنسان والكوارث الطبيعية من حدة مخاطر الأوبئة بشكل كبير، مثل ما تزيدها الأوضاع السائدة في المخيمات المكتظة باللاجئين، وكثير ما يؤدي ذلك إلى استشراء الفاشيات التي ترتفع بها معدلات حالات الوفاة. في هذا الفيديو سنستعرض أمامكم أكثر الفيروسات فتكا منذ تاريخ البشرية، تابعوا معنا. أولا، فيروس سارس تسبب بين الأول من نوفمبر 2002 والواحد وثلاثون أوت 2003 في إصابة 8096 شخصا من 29 بلدا مختلفا، كما تسبب في وفاة 774 شخصا. ثانيا، فيروس إيبولا. احتمال الوفاة في حالة الإصابة بفيروس إيبولا تتجاوز 80%، أدى إلى ما لا يقل عن 28616 حالة مشتبه بها، كما أدى إلى 11310 وفيات مؤكدة. فيروس إنفلونزا الخنازير. 11% من العالم تأثر بهذا المرض، لحسن الحظ أن احتمال الوفاة به ضعيفة جدا، وأدى إلى وفاة 220,000 شخص. وباء الكوليرا السادس تفشى بشكل كبير في الهند، وانتشر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا الشرقية وروسيا بين سنتي 1900 و 1923، تسبب في وفاة 1,000,000 شخص حول العالم. إنفلونزا هونغ كونغ. هو وباء لفيروس الإنفلونزا H3N2، انتشر بين سنتي 1968 و 1969، أدى إلى وفاة ما يقارب 1,000,000 شخص. إنفلونزا روسيا هو أقدم وباء للإنفلونزا. بدأت الإنفلونزا بالظهور في روسيا، وسرعان ما انتشرت في أوروبا ووصلت إلى أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وآسيا. ظهرت بين سنتي 1889 و 1890، تسببت في وفاة ما لا يقل عن 1,000,000 شخص. إنفلونزا آسيا ظهرت سنة 1956 واندثرت بعدها بسنتين. هو وباء إنفلونزا ناتج من تحول فيروس إنفلونزا الطيور. بدأ انتشاره في الصين، نتج من طفرة في الفيروس الذي يصيب البط البري، واندمج مع فيروس يصيب الإنسان في عملية إعادة تشكيل الفيروس، تسبب في موت 1,100,000 شخص حول العالم. الطاعون العظيم للقرن السابع عشر. سلسلة من أوبئة الطاعون في القرن السابع عشر شملت كل من طاعون لندن العظيم وطاعون ميلان العظيم، تسبب في وفاة 3 ملايين شخص حول العالم. الطاعون الأنطوني ظهر سنة 165 ميلادي، واندثر بعدها ب15 عاما في سنة 180 ميلادي. هو وباء ضرب الإمبراطورية الرومانية في نهاية السلالة الأنطونية بين سنتين معروفتين، فقد تسبب هذا الوباء في تدمير الجيش الروماني ووفاة ما يصل إلى 2,000 حالة يوميا. الوباء الثالث ظهر سنة 1855 وانتهى سنة 1960، هو وباء واسع الانتشار من الطاعون الدبلي، أصاب مقاطعة يونان الصينية، لينتشر لاحقا في جميع قارات العالم المأهولة بالسكان، تسبب في وفاة أكثر من 12 مليون وفاة. فيروس الإيدز أو السيدا ظهر سنة 1981. في سنة 2018 تم تقدير عدد المصابين الأحياء بهذا المرض حول العالم بنحو 38 مليون شخص، كما أدى من قبل إلى وفاة 32 مليون شخص حول العالم. طاعون جاستينيان ظهر سنة 541، وباء أصاب الإمبراطورية البيزنطية والمدن الساحلية حول البحر الأبيض المتوسط بأكمله، أدى إلى وفاة ما يقدر بنحو 20% من سكان العالم في ذلك الوقت. الإنفلونزا الإسبانية ظهرت سنة 1918 وانتهت سنة 1920، هي جائحة إنفلونزا قاتلة انتشرت في أعقاب الحرب العالمية الأولى في أوروبا والعالم، وخلفت ملايين القتلى، حيث تجاوز عدد القتلى بهذا الوباء عدد ضحايا الحرب العالمية الأولى، وقدروا ب50 مليون وفاة.
الجذري. فتك الجذري وشوه وسبب العمال ملايين الضحايا عبر تاريخه الطويل. في سنة 1980 أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه تم القضاء على هذا المرض تماما. تسبب في وفاة 56 مليون شخص حول العالم. الموت الأسود أو الطاعون الأسود ظهر سنة 1331 وانتهى، تم القضاء عليه بعد 20 سنة كاملة. اسمه الموت العظيم هو أشد وباء في التاريخ، ويعتقد أنه نشأ في الصين أو بالقرب منها، ثم انتقل إلى إيطاليا، وبعد ذلك إلى باقي أنحاء أوروبا، ثم إلى مختلف دول العالم. تسبب في وفاة أكثر من 200 مليون شخص حول العالم.